ظلت أمريكا خلف أسوار عزلتها التقليدية، فقد أراد معظم الأمريكيون البقاء على الحياد على الرغم من أن كثيرا منهم كانوا مهاجرين جدد من أوروبا، ولا يزالون يشعرون بصلة وثيقة بوطنهم الأم الذي يقاتل حاليا في الحرب. وقد تحمل الرئيس الأمريكي ويلسون عبء توضيح الحيادية الأمريكية، فبعد الحرب دعا ويلسون الشعب الأمريكي إلى التزام الحياد في التفكير كما في الأفعال والتصرفات. وكانت قوى التحالف تحاول محاصرة ألمانيا على الأرض وفي البحر لتمنع عنها أي إمدادات حربية ضرورية، وحاولت ألمانيا تدمير السفن البريطانية باستخدام السلاح الجديد، سلاح الغواصات. في بدايات الحرب عزلت البحرية البريطانية ألمانيا عن مستعمراتها وأبعدت سفنها عن سطح البحر، ومنعت بريطانيا سفن الشحن إذا كانت متجهة إلى الموانئ الألمانية بما في ذلك السفن الأمريكية. أعلن ويلسون ولاءه لبريطانيا العظمى ومعارضته لألمانيا وضربها لأي سفينة موجودة في المياه البريطانية. وكما يحدث دائما وقعت حادثة منفردة حركت الرأي العام الأمريكي بقوة، فقد أبحرت سفينة تسمى لوستينا من نيويورك في مايو عام 1915. وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية كان من ضمن قائمة الركاب العديد من الأمريكيين، وقامت غواصة ألمانية بمهاجمة السفينة لوستينا بالقرب من ساحل أيرلندا، وانفجرت السفينة بعد أن تم ضربها دون سابق إنذار وغرقت بسرعة، ولقي أكثر من 1200 شخص حتفهم من بينهم 128 أمريكي. وكان رد الفعل الأمريكي قويا، فقد اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الألمان بالقيام بالحرب كالوحوش وإنهم متعطشون للدماء، إلا أن البعض ادعى أن غرق السفينة بهذه الطريقة السريعة الغير عادية كان بسبب انفجار إحدى الشاحنات السرية للأسلحة الأمريكية المتجهة إلى بريطانيا. ما حدث في الحرب العالمية الأولى، الاستفزاز الألماني للولايات المتحدة والتعدي على سفينة من سفنها دفع الولايات المتحدة للدخول بقوة في الصراع الدولي وللدخول طرف في الحرب العالمية الأولى، بعد أن ظلت سنوات لثلاث سنوات تقف موقف الحياد على الأقل من الناحية الرسمية. إن حرب الغواصات الألمانية الحالية ضد التجارة تعتبر حرب ضد الإنسانية والعالم، ويجب أن نحارب من أجل الديمقراطية. حادثة صغيرة هي ضرب غواصة ألمانية لسفينة أمريكية دخلت أمريكا في الحرب العالمية سنة 17 بعد ثلاث سنوات من اشتعال الحرب. بالتأكيد مصالح الولايات المتحدة وقتها فضلت فترة وقف على الحياد، يعني الإدارة الأمريكية شعرت أن مصالحها في الانضمام إلى إنجلترا وفرنسا، فدخلت الحرب في هذا الوقت، لكن المبرر أو الحجة كان حادث إغراق السفينة الأمريكية. والولايات المتحدة على فكرة اشتركت في الحرب العالمية الأولى على المسرح الفرنسي، المسرح الأوروبي وخاصة من فرنسا، ولكن كان الاشتراك الأمريكي في هذه رمزيا أكثر منه اشتراكا فعليا. ودخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء أدى في العام التالي إلى انتصار الحلفاء على ألمانيا وفرض الهدنة عليها في نوفمبر عام 1918، وتحولت ألمانيا إلى ملكية دستورية ثم إلى جمهورية ديمقراطية، وقعت حكومتها معاهدة فرساي في يونيو 1919. ألمانيا فقدت ما كان لديها من مستعمرات قليلة جدا، فقدت كيانها الاقتصادي وقوتها، فقدت جيشها بالكامل، واضطرت إلى أن توقع معاهدة صلح مهينة ومذلة كان نتيجتها رد فعلها ظهور الحركة القومية المتعصبة ممثلة في الحزب النازي اللي قاده أدولف هتلر واللي قاد العالم إلى مجزرة ثانية في نهاية الثلاثينيات في الحرب العالمية الثانية.